مساء الخير على كل المشاهدين اللي بتتابعنا النهارده. عايز اقول لكل الناس ان احنا اول جمعه لينا في رمضان معاكم، فعايزين نهني الناس كلها بالشهر الكريم، وبنقول لكل الناس باذن الله بالتوفيق، ونتمنى لهم ان هم باذن الله ينولوا في الشهر ده احسن ثواب نمحي بيه كل ذنوبنا وكل اخطائنا وكل معاصينا اللي كانت لينا على مدار السنه كلها. طبعا احنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن الفكره اللي احنا بنقدمها كالعاده، وحابين ان احنا برضو نعرفها الناس. احنا بنقدم فكره الجواز بطريقه بسيطه، ان احنا النهارده بنبتدي ناخد كل البيانات بتاعه الناس وبنجمعها في قلب كتاب. الكتاب ده بنبيعه من خلال كل محافظات مصر من خلال جريده الجمهوريه. طبعا الكتاب بيبقى فيه البيانات بتاعه الناس اللي هي بتشترك معانا اذا كان رجال او سيدات. ما احنا بنذكرش فيها لا اسم ولا بنذكر فيها صوره ولا بنحط فيها عنوان لاي شخصيه، احنا بنقول هو وهي. بنتكلم مبدئيا على المؤهلات الدراسيه لكل شخصيه، بنتكلم عن الحاله الاجتماعيه لكل شخصيه. من ضمن الحاجات اللي احنا بنحب نتكلم عنها المواصفات الشكليه، اذا كانت النهارده مثلا بيضه سمراء قمحويه، اذا كان النهارده المحافظه اللي هي بتنتمي ليها، يعني ايا كانت المحافظه. كل الحاجات دي احنا بنذكرها مع كل حاله من الشخصيات اذا كان راجل او ست، وبنتكلم عن طلبات كل شخصيه وبنحط رقم تليفون ولي الامر. طبعا الكتاب ده بيبقى موجود من خلال جريده الجمهوريه، وهو سعره 300 جنيه لاي حد النهارده يقدر يشتري الكتاب. واي حد النهارده حابب ان هو يسجل بياناته معانا بيبتدي يسجل معانا البيانات بتاعته من خلال ان هو بيتصل علينا على الارقام اللي بتبقى موجوده على الشاشه بتاعتنا، ومن هنا يقدر النهارده نسجل كل بيانات الناس اللي عايزه تشترك معانا ونساعد اكبر كم من الناس بدون مقابل. الحاجة التانية اللي احنا النهاردة بنحب ان احنا نتكلم عنها يعني مبدئيا، ان احنا اي شخصية النهاردة حابب ان هو يشترك معانا بنديله برضو فرصة. ان احنا النهاردة مش بنديله الكتاب بس، لا، ممكن النهاردة ببتدي اعمل له اعلان زي بعض الاشخاص اللي احنا النهاردة هنبقى موجودين وبنتكلم عنهم. يعني النهاردة مثلا هيبقى باذن الله معايا دلوقتي في اعلان، في اخ بيشتغل في السعوديه وهو تاجر، وهو عنده 49 سنه وبيدور على زوجه ثانيه، وهيبقى موجود دلوقتي باذن الله معانا على الشاشه برقم تليفونه اللي هو موجود بيه في السعوديه. ممكن من خلال الرقم ده اي حد يقدر يتواصل بيه اذا كان هو من مصر او من بره مصر، او اذا كانت الحاله اللي موجوده معانا من اي محافظه من محافظات مصر تقدر تتواصل مع الرقم اللي هو النهارده بيتكلم عن نفسه بيقول مبدئيا على المواصفات اللي احنا بندور عليها. احنا بندور على مواصفات لهذا الشخص من خلال الكاميرا اللي احنا واقفين عليها اللي هي موجوده النهارده في قناه الصحه والجمال، وبيها بنحاول ان احنا نوصل لكل البيوت اللي بتتابعنا. وبنبتدي النهارده نقول يا جماعه احنا بندور على عروسه مواصفاتها كالاتي: سنها ما يزيدش عن 40 سنه، هو بيفضلها ان هي تكون بدون اولاد، يعني لو هي انسه او مطلقه بدون اولاد ما فيش مشكله، انما لو عنده اولاد هتبقى دي بالنسبه له مش مقبوله، يعني لان هو النهارده عايز واحده تبتدي تسافر معاه بره وتعيش معاه بره في السعوديه، واذا كان باذن الله بينزل فتره الاجازه هتبقى موجوده معاه. بيدور على نسبه جمال تبقى عاليه، بيدور كمان على واحده ما تكونش محجبه، تبقى يعني واحده يعني زي ما بنقول كده يعني تعف عن كل الناس، يعني تبقى جمالها جمال طبيعي وكل حاجه، بس في نفس الوقت ما تبقاش فيه قيود من ناحيه الحجاب او من ناحيه النقاب او الحاجات اللي من هذا القبيل. هو بيدور برضه على شخصيه زي ما قلنا كده النهارده بتبقى متحرره شويه، بحيث ان هو بيسافر كتير، بيروح اماكن كتير من بره مصر وجوه مصر، فبالتالي بيبتدي يتعامل مع ناس كتير، فعايز واحده تظهر معاه في المجتمع اللي هو بيبقى ظاهر فيه، فعايز واحده تبقى بتشرفه شكلا ومضمونا يعني من ناحيه الثقافه والعلم والتعليم والكلام ده كله. زي ما احنا النهارده شايفين رقمه ده رقمه موجود في السعوديه، فممكن بالتالي اي شخصيه النهارده بتشوف نفسها بتتناسب مع هذا الشخص وان هي ممكن النهارده تتواصل معاه هتتواصل معاه من خلال الواتساب، وبالتالي يبقى باذن الله ممكن يبقى بينهم من بعض اتصال من خلال ان هو بيبقى نازل في الفتره اللي هي بعد الفتره اللي هي بتاعت رمضان دي باذن الله هينزل على مصر في الاجازه، ممكن يعمل مقابلات ويبتدي يحدد بقى الشخصيات اللي بتتناسب معاه. ومن هنا هو ده الدور اللي احنا النهارده بنقدمه، بندور على ان احنا النهارده بنوفر للشخص النهارده اللي لجأ لينا من خلال كل البيوت النهارده اللي بتتابعنا.
طبعا انا عندي بعض الحالات تنتمي للمواصفات اللي هو بيدور عليها، بس انا بحاول ان انا النهارده ازود معاه، وبحاول ان انا اكثف البحث معاه من خلال ان انا النهارده بتكلم عنه على الشاشه، وببتدي النهارده اقول مواصفاته واقول طلباته واعرض رقم تليفونه، بحيث ان النهارده لو في برضه في بعض الشخصيات موجوده معانا في اي بيت من بيوتنا، من محافظاتنا، من اي مكان تاني بتتناسب معاها الظروف اللي هو فيها، ممكن بالتالي تسافر وباذن الله تتوفق باذن الله معاه. زي ما قلت عنه، هو بيدور على زوجة تانية يا جماعة، وإذا كان النهاردة بإذن الله بيدور على شخصية زي ما قلنا مش شرط بالنسبة له أي حاجة إلا نسبة الجمال، وده اللي بيدور عليه كل واحد النهاردة بيدور على زوجة تانية. طبعا أنا برضو عايز ألفت نظر بعض الناس اللي بتبقى بتتكلم معايا واللي النهاردة بتتصل عليا باستمرار. أنا النهاردة بحاول إن أنا أدور في محيط كبير قوي، بدور من خلال الإعلان اللي احنا النهاردة بنقدمه لأي شخصية. في بعض الناس تتصل عليا يقول لي أنا عايز خليجيات، بدور على سوريات، بدور على ناس في أي بي. طبعا أنا يعني مبدئيا كده أنا اللي بدور عليه واللي بتكلم عليه إن أنا النهاردة بيبقى عندي فكرة النهاردة إن أنا بسوقها من خلال الإعلان اللي أنا النهاردة بطرحها لأي شخصية، وبالتالي النهاردة أنا بخاطب كل الشرائح اللي بتقدر النهاردة تتابع البرنامج بتاعنا، واللي بتقدر تشوفنا في أي مكان من خلال الشاشة اللي إحنا موجودين من خلالها. فبالتالي هو ده الفكرة اللي أنا عايز أوصلها للناس، إن أنا النهاردة مش بكتفي بالشخصيات اللي عندي، لا أنا بكتفي كمان أو ما بكتفيش بالشخصيات اللي عندي، لا أنا كمان بحاول إن أنا أرشح له أكبر كم من الناس من خلال ان انا النهارده بقول مواصفاته بقول طلباته وبحط رقم تليفونه على الشاشه، بحيث ان النهارده اي شخصيه موجوده معانا بتتابعنا تقدر النهارده تتواصل لهذا الشخص بدون ما هي نكلفها اي حاجه. يا دوبك هي رساله، والنهارده الواتس بقى خلى الناس النهارده اذا كان موجود الشخص النهارده في مصر او بره مصر في اي محافظه من المحافظات تقدر النهارده تتواصل معاه من خلال ان انت تقدر تتكلم معاه، من خلال ان انت تقدر تبعت له رسائل، ممكن كمان تشوفه صوت وصوره. كل الكلام النهارده اللي بقى موجود النهارده عندنا في وسائل التكنولوجيا اللي بقت موجوده بقت بتوفر النهارده فرص كتيره جدا ان الشخصيه النهارده تقدر النهارده تدور على كم كبير من التواصل من خلال ان احنا النهارده نوصلها للناس من خلال الاعلان. هو ده الفكر اللي عايز اقول عليها لكل شخصية النهارده عايزه ان هي تلجا لينا. ممكن النهارده ان احنا النهارده نتكلم عنك، وممكن النهارده نقول مواصفاتك ونحط رقم تليفونك، هو ده الاساس بالنسبه لنا لو انت حابب ان انت تشترك معانا. ده اللي انا عايز اقوله. برضو بعض الناس النهارده اللي بتدور على زوجه تانية، واغلبيه الناس اللي بتجي لي بيبقوا بيدوروا على زوجات تانية، دول عايز اقول لهم برضو نصيحه ان كل واحده النهارده هتتكلم معاها من منطلق ان انت بتدور على زوجه تانية ولا زوجه تالتة ولا رابعه ولا ايا كان، هتلاقي ان هي ليها طلبات زيها زي الست الاولانيه. يعني هو الشخص بيبقى فاكر ان هو لما يجي النهارده يدور على زوجه تانية الموضوع بيبقى سهل وبسيط، لا بجد احنا بنتعب على ما بنلاقي المواصفات اللي الراجل النهارده بيدور عليها، لان برضو الست بيبقى لها طلبات كتير. ساعات بعض الناس تطلب انا عايزه شقه باسمي، انا عايزه النهارده احس بالامان عشان في اي وقت من الاوقات ما يسيبنيش ويرجع للزوجه الاولى ويبقى انا كده قضيت وقت كده وبعدين خسرت كل حاجه. فبتبقى ليها طلبات ماديه من المقام الاول الاخير، بتبقى بتضمن الشقه، او في بعض الناس بتتكلم في ذهب، بتتكلم في مؤخر، بتتكلم في حاجات من هذا القبيل. فلازم ان يبقى عارف اي شخص النهارده عايز النهارده يتكلم معايا وعايز يخش معايا ويشترك معايا وبيدور على زوجه تانية ان الموضوع بيبقى مكلف، يبقى مكلف وبيبقى ده عبء على اي حد النهارده بيدور على زوجه تانية. دي اللي انا حببت ان انا النهارده الفت بعض نظر الناس اللي النهارده بتشترك معايا او اللي بتتصل عليا، اللي بيسالوني تملي على خليجيات، واللي بيسالوني على سوريات، واللي بيسالوني عن ناس في اي بي. لا يا جماعه، انا كل اللي انا بتكلم عليه ببساطه كده هو ان انا النهارده بعمل اعلان، وبحاول ان انا اعمل اعلان مره واثنين لحد ما ربنا ما يسهل لك، بالاضافه للشخصيات اللي بتبقى بتتصل عليا وبتقول لي مواصفاتها. لما بلاقي ان الشخصيه النهارده فيها ما يتناسب مع الشخص ببتدي اوصله بيها وادي له رقم تليفونها ونفضل مع بعض لحد ما نلاقي الموضوع. بس هو مبدئيا بعض الناس النهارده لازم انت تبقى عارفه في المقام الاول الاخير ان الموضوع بياخد معانا وقت طويل، وبتمنى باذن الله ان احنا نتوفق مع بعض ونبتدي نلاقي الشخص اللي احنا بندور عليه. وبتمنى باذن الله في الشهر ده ان ربنا يوفق كل الناس اللي لجأ واللي اتصلت عليا واللي النهارده سبب بياناتها معايا، ان احنا باذن الله نكون سبب في توفيق. طبعا انا عايز انوه على ان في بعض الناس النهارده في اتصال معانا. اتفضل. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ممكن اشترك مع حضرتك في البرنامج؟ اتفضلي. طبعا اتفضلي. ممكن ناخد البيانات بتاعتك او البيانات بتاعت الشخص اللي حضرتك عايز تعلن عنه؟ ماشي. هي
هي أنسة بنت حضرتك ولا حضرتك اللي عايزة تشترك معانا؟ لا بنتي 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 كويس. بنتي أنا. عندها كام سنة؟ 26. عندها 26. منين؟ من محافظة إيه؟ اسكندرية. أهلا وسهلا بيكي. هي أنسة ولا ولا إيه ظروفها الاجتماعية؟ لا هي أنسة. كويس. المؤهل الدراسي بتاعها إيه؟ أنا كويس. طولها وزنها في حدود قد ايه؟ نعم؟ الطول والوزن، الطول والوزن. هي انا مش عارفه بالظبط المقاس، بس هي مش طويله قوي يعني ولا قصيره، متوسطه. طيب كويس. لون البشره مثلا قمحويه، خمريه، سمراء، بيضاء؟ قمحويه شويه. أم حوية. في شغل تشتغل ولا حاجة بنت حضرتك ولا هي قاعدة ست بيت؟ هي شغالة في يعني هي معاها شهادة تمريض ومعاها بكالوريوس تجارة. كويس كويس. بتشتغل شغلة حكومية قصدي أقول لسعادتك ولا؟ أيوه 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 شغلة حكومية. يعني هي مرتبطة مبدئيا باسكندرية، يعني لو في حد النهاردة بندور على عريس ليها لازم أيوة يكون من نفس المحافظة، محافظة اسكندرية بحكم شغلها، صح ولا أنا غلطان؟ بالظبط صح كده. طيب مبدئيا مواصفات السن بتاعها هتبقى في حدود قد ايه؟ يعني هي عندها 26 سنه وعرفنا ان هي من اسكندريه مؤهل عالي. مبدئيا الشخص اللي احنا بندور عليه مواصفاته هتبقى قد ايه؟ يعني يكون متعلم. نبتدي الاول بسنه؟ يعني نبتدي الاول سن العريس، سن العريس هيبقى في حدود قد ايه؟ نعم؟ سن العريس، سن العريس. في حدود يعني 30 يعني حاجة و30 بس. يعني حاجة و30، ما احنا معانا لحد 39، يعني عايزين نحط سن مبدئيا عشان خاطر يبقى احنا عارفين يعني فرق السن بينهم يعني وبينها. لحد 35 سنة. طيب كويس. المؤهل الدراسي بالنسبة له فارق طبعا معاكي ولا ولا مش شرط المؤهل؟ يعني يكون هي يكون مؤهل عالي. كويس. طبعا زي ما قلنا ان هو يكون من اسكندرية. ايوه بالظبط. طيب في حاجات برضو في بعض الناس بتطلبها ان هو يبقى عنده شغله ثابته او عمل ثابت وشقه وحاجات من هذا القبيل، الحاجات اللي انت ايوه طبعا. ايه الحاجات اللي انت عايز تتكلمي فيها بقى في النقطه دي؟ هي يكون مثلا عنده شقه ويكون ميسور برضو كده يعني، وانسان محترم وذا خلق. طيب لو مطلق او حد بيدور على زوجه تانية بالنسبه لكم ده وارد ولا انتوا عايزينه اعزب بس؟ لا 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 لا، يكون هي زوجة أولى. زوجة أولى يعني أعزب فقط بس، يعني حتى لو مطلق ولا حاجة لا مش موافقين على قصة إن هو يبقى مطلق، إحنا عايزين أعزب بس. ويكون من اسكندرية. طيب ويكون سنه إحنا قلنا ما يزيدش عن كام و30؟ أيوه. كام و30؟ يعني لحد 35 مثلا، 33. طيب هي نسبة يعني الجمال بتاع بنت حضرتك مثلا في حدود كام في المية؟ يعني هل يا ترى هي جميلة؟ جميلة جدا؟ مقبولة؟ لا مقبولة مقبولة مقبولة. طيب عامة أنا برضه هستنى منك تليفون إذا كان في نصيب وعمر بعد الحلقة أو إذا كان في أي يوم تاني عشان أبتدي أكد معاك يعني كل البيانات دي وأبتدي أتأكد برضه، لأن ساعات كتيرة بعد الحلقة أو في وقت الاتصال بيبقى عندي بعض الناس بأرقام تليفوناتهم، فبقى عايز أتأكد برضه من المعلومة تاني وأبتدي أتأكد إن رقم التليفون صحيح. فأنا هستأذنك برضه إذا كان في نصيب تكلميني إذا كان بعد الحلقة أو بإذن الله بكرة بعده في أي وقت من الصبح معاكي، من بعد صلاة الظهر معاكي لحد بإذن الله قبل المغرب مثلا ولا حاجة. فإحنا هنستنى منك برضه تليفون عشان نأكد برضه البيانات بتاعت سعادتك معانا. شكرا ليك وشكرا لاتصالك، واتمنى باذن الله ان احنا نبقى عند حسن ظنك وان احنا نلاقي الطالب اللي انت بتدور عليه. طبعا زي ما احنا ما سمعنا يا جماعه احنا ما بنسالش على اسم، ما بنسالش عن عنوان، احنا كل اللي احنا بنتكلم عليه مع الحاله هو ده اللي احنا بنذكره عندنا في قلب الكتاب. يعني كل البيانات النهارده بتاعت الناس اللي اتصلت علينا بتبقى موجوده النهارده معانا في قلب الكتاب اللي احنا النهارده بنبقى موجودين وبنتكلم بصدده، اللي هو جريده ارتباط او دليل الارتباط للزواج. طبعا اللي انا عايز اتكلم فيه هو ده اللي احنا النهارده بناخده كمثال حي. النهارده الناس ممكن تتصل عليا من رقم التليفون العادي وتسجل بياناتها معانا، وبالتالي احنا هنبتدي نسجل كل البيانات اللي احنا اتكلمنا فيها على الهواء زي ما احنا ذكرناها. احنا اتكلمنا النهارده مع الام اللي كانت بتكلمنا ان هي بنتها عندها 26 سنه، هو ده اللي يهمني ان هي انسه، بيهمني ان هي مؤهلها ايه، اذا كان الطول والوزن عشان نعرف يعني هل يا ترى هي مليانه تخينه رفيعه، ايا كان مواصفاتها الشكليه، لون البشره،
كل الحاجات دي اللي احنا بنذكرها مع الطلبات اللي احنا بنتكلم عليها اللي بتدور عليها. هي بتدور على حد من اسكندريه سنه ما يزيدش عن 34 سنه، يكون ميسور الحياه، اللي عنده شغله وعنده سكنه، اللي يقدر يفتح بيت في ظل الظروف اللي احنا فيها، ويكون شرط بالنسبه لها من محافظه اسكندريه، لان هي البنت بتشتغل، فبالتالي عايزه حد يكون من نفس الوسط اللي هي فيها، عشان هي مش هتقدر تسيب شغلها لان هي بتشتغل شغل حكوميه. طبعا هي دي الكلام اللي احنا بنبقى حاطينه كل حاله من الحالات اللي النهارده بنسجلها معانا. طبعا في اعلان تاني برضو، الاخ تاني موجود معانا وباذن الله بنتمنى له التوفيق، والاعلان ده هيبقى موجود باذن الله معانا على الشاشه. هو اخ موجود مدرس وبيشتغل في دوله قطر الشقيقه، هو مصري طبعا، وهو دلوقتي موجود معانا على الهواء. هو لو احنا النهارده اتكلمنا عنه هنتكلم عنه ببساطه. هو عنده 43 سنه، هو بيدور على زوجه تانية، وهو مدرس بيشتغل في قطر، وباذن الله بيدور على واحده تكون جميله جدا، تكون بيضه، تكون برضو يعني القوام بيبقى قوام ممشوق، ما تبقاش يعني لا تخينه قوي ولا تبقى رفيعه جدا خالص، وتبقى برضو على شكل يعني تخليه يتعف. يعني هو النهارده الراجل بيدور على زوجه تانية، كل بيدور عليه نسبة الجمال تبقى كويسة جدا، بحيث ان هي تعفه عن اي حاجة من اللي ممكن مغريات الحياة اللي هو بيشوفها حواليه. طبعا هو النهاردة موجود معنا بالتليفون، فبالتالي اي حد النهاردة من مصر او من برا مصر، من اي محافظات مصر، يقدر يتواصل معايا برقم التليفون اللي هو موجود معنا على الشاشة. وطبعا انا ذكرت الاخ قبل كده في اعلان واثنين وثلاثة، وده اللي انا عايز اتكلم عليه، ان النهاردة وارد ان احنا النهاردة ما نتوفقش، وارد ان احنا النهاردة نتكلم مرة واثنين وثلاثة واربعة، المهم ان احنا نفضل مع بعض لحد ما نلاقي الطلب اللي احنا بندور عليه. طبعا اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو ان احنا النهاردة بنعمل اعلان، ومش بنكتفي بس بالناس اللي بتجيلي واللي انا النهاردة ببعت له ارقام تليفوناتهم من وقت التاني، لا، انا من وقت للتاني ممكن اتصل عليه، عملت ايه، وصلت لفين، الدنيا عملت ايه معاك، اتوفقت ما توفقتش، فنبتدي نحاول مع بعض تاني ان احنا نبقى موجودين، وبنبتدي نساعده من خلال الاعلان اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه، من خلال ان احنا النهاردة نقول مواصفاته ونقول طلباته، ونبتدي نتكلم عن الشكل العام اللي هو بيدور عليه. طبعا اي حد النهارده بيدور على زوجه تانية، اذا كان الاخ النهارده المدرس او الاخ التاني التاجر اللي كان قبليه من حوالي خمس دقايق كنا بنتكلم عليه، هو بيدور على واحده ما يكونش عندها اولاد، يعني هي يا اما انسه يا اما مطلقه بدون اولاد، وتبقى نسبه الجمال عاليه جدا، عشان خاطر يعني تعف، وعشان خاطر النهارده يبتدي يحس ان هو يعني حاجه تانية مختلفه عن العيشه الاولانيه اللي كان فيها. فطبعا الشخصيتين بيدوروا على نفس القصه، السن ما يعني ما يزيدش عن، بالنسبه للاخ اللي هو 43 سنه اللي هو المدرس اللي في قطر، بيدور على واحده ما تزيدش عن 35 سنه 36 سنه، ده اقصى سن بالنسبه له، وتبقى ممكن انسه او مطلقه، المهم ان تكون بدون اولاد، وان هي ممكن تسافر معاه وتبقى موجوده معاه باذن الله باستمرار في السفر، ولما بتيجي برضه ليهم شقتهم هنا، ويبقى ليهم استقرار هنا في فتره الاجازه اللي بينتد فيها في مصر، وبالتالي يقدر النهارده يعني يعف نفسه ويعف اي اسره ثانيه، ويبتدي يتولى المسؤوليه اللي احنا بنتكلم عليها. وطبعا بتمنى له كل التوفيق، بتمنى لكل الناس باذن الله اللي لجأت لينا ان هي باذن الله تحقق الامر اللي هم بيدوروا عليه. طبعا هو موجود معانا برقم تليفونه، واي واحده النهارده موجوده معانا في اي محافظه محافظات مصر، او اذا كانت بتشتغل بره مصر في اي دوله من دول العربيه، ممكن برضو تقدر تتواصل معاه من خلال الارقام اللي احنا بنبقى منزلها للشخص ذات نفسه، من خلال ان هو تقدر النهارده تكلمه عن طريق الفايبر او عن طريق الايمو او عن طريق الواتساب. فبالتالي الدنيا بقت سهله جدا ان احنا نتواصل مع بعض لحد ما يبتدي باذن الله، اذا كان ينزل فتره الاجازه، يبتدي يعني يتفق مع الشخصيه اللي النهارده بيلاقي ان هو مرتاح ليها، واللي هي بتشوفها او اللي هو بيشوفها ان هي يعني مناسبه ليه، فيبتدي يتواصلوا مع بعض من خلال التليفونات النهارده، ومن خلال وسائل السوشيال اللي بقت موجوده النهارده، واللي بتسهل للناس في كل الدنيا ان هو النهارده يقدر يوصل للشخصيه دي ويقدر يتكلم معاها، لحد ما باذن الله يجي ويتمم هذا الامر. وزي ما احنا اتكلمنا النهارده يا جماعه، احنا ما بنكتفيش بالاعلان، ممكن النهارده اساعدك مره واثنين وثلاثه لحد ما باذن الله نلاقي لك الطلب اللي انت بتدور عليه. واحنا طبعا من حكم تواجدنا النهارده على قناه زي قناه الصحه والجمال، هي دي الخدمه اللي احنا بنحاول ان احنا نوفرها للناس. طبعا عايز اتكلم تاني عن بعض الحالات اللي موجوده باذن الله عندي، واللي حابب ان انا ابتدي بيها. هي اخت عندها 36 سنه، وهي من صعيد مصر، وهي مطلقه بدون اولاد،
هي بتشتغل برضه شغلة حكومية، وهي نسبة الجمال ما شاء الله على قدر عالي جدا من الجمال، وهي ما شاء الله بدون أولاد وعيلة محترمة جدا ويعني وسط راقي جدا. وكل اللي احنا بندور عليه ان هي النهاردة اذا كان في نصيب وعمر، هي بتدور على حد سنه ما يكونش بيزيد مثلا عن 40 سنة، 41 سنة، 42 سنة ماكسيمم بالنسبة لها، لان هي عندها حوالي 36 سنة، وهي ما شاء الله رشيقة وطولها وزنها يعني مظبوطين، يعني لا هي طويلة قوي ولا هي قصيرة، لا هي تخينه ولا حاجه، هي ما شاء الله حوالي طولها 100 حاجه و60، ووزنها برده في الرينج ده، يعني هي حوالي مثلا 68 كيلو ولا حاجه. وزي ما اتكلمنا عنها، هي بتدور على حد النهارده يفضل ان هو يكون اعزب او مطلق بدون اولاد، المهم ان هو يكون من محافظه اسيوط لان هي تنتمي لهذه المحافظه، وهي بتدور على حد يكون مركز علمي زيها، هي معاها طبعا مؤهل عالي وبتشتغل شغلانه كويسه جدا، وهي بنت ناس قوي، وبتمنى لها باذن الله التوفيق. بتمنى اذا كان في حد من اسيوط وفي نفس المواصفات دي نبتدي باذن الله نتواصل مع بعض عشان نبتدي نوصل لهذا الامر. طبعا هي بترفض وضع الزوجه الثانيه، وطبعا ده من حق بعض الناس، في بعض الناس بتقبل الامر وفي بعض الناس ما بتقبلش. طبعا هي من ضمن الشخصيات اللي معانا اللي النهارده ما بتدورش على حته ان هي تبقى زوجه ثانيه، هي كل اللي بتدور عليه حد يكون اعزب او مطلق بدون اولاد، ويفضل ان هو من محافظة أسيوط لأن هي مش تقدر تطلع بره المحافظة بحكم شغلها وبحكم مكانها وسكنها وعيلتها والكلام ده كله، وبنتمنى لها بإذن الله التوفيق. في بعض الحالات التانية اللي أنا حابب إن أنا أذكرها، ومن خلال الشاشه اللي احنا النهارده لو تابعنا مع بعض هتلاقي ان في بعض الحالات، هتلاقي اللي من اسيوط وهتلاقي اللي من محافظات تانية. يعني في عندي اخت مطلقه 25 سنه وعندها طفل عمره حوالي سنتين، وهي مؤهل فوق متوسط، وهي من الجيزه. طبعا المطلقه النهارده اللي احنا بنتكلم عليها دي من الجيزه، قبل كده كانت من شويه كان معانا اخت تاني كانت مطلقه كانت من اسيوط، وهنلاقي في برضو المطلقه اللي هي معانا من الجيزه بتدور على ايه؟ بتدور على مطلق او ارمل او اعزب، المهم سنه ما يزيدش عن 35 سنه زي ما قلنا من شويه ان هي سنها 25 سنه، وان هي بتدور على حد يكون يعني قادر على الجواز ومصاريف الجواز، ويكون عنده شقه ويكون حسن المظهر، ويكون باذن الله من الجيزه بحكم المنطقه اللي هي منها. في اخت تاني برضو عندنا هي 35 سنه وهي من المنيا، هي مؤهل عالي وعلى قدر من الجمال، بيضاء متدينه وطولها حوالي 175 ووزنها حوالي 75، وبتدور على حد اعزب لان هي انسه او مطلق بدون اولاد، المهم يفضل ان هو يكون من نفس المحافظه اللي هي المنيا، ويكون يعني اما ضابط او مهندس، ويكون عنده سكن، ويكون من نفس المحافظه زي ما احنا قلنا، وهي لا تقبل وضع الزوجه الثانيه، وسنه طبعا ما لا يتعدى مثلا ال 45 سنه لان هي زي ما قلنا ان هي عندها حوالي 35 سنه. في انسه ثانيه عندنا معانا هي 36 سنه وهي بكالوريوس تمريض، هي من بني سويف، وهي طولها 165 وهي وزنها 62، وهي محويه على قدم الجمال. طبعا كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده احنا بناخد بيانات الناس دي من خلال ارقام التليفونات اللي هي بتبقى موجوده بتاعتنا على الشاشه، واللي بيها ممكن اي حد النهارده يخش معانا في مداخله، واللي بيها برده ممكن النهارده نسجل كل بيانات الناس باذن الله اذا كان في نصيب، اذا كان بعد الحلقه او على مدار الاسبوع. احنا طبعا عندنا حلقه كل يوم جمعه، وطبعا بيبقى الحلقه بنتكلم فيها عن بعض الحالات اللي احنا بنعرضها، وبنتكلم فيها عن بعض الحالات اللي بتبقى موجوده معانا. فاذا كان حد النهارده حابب ان هو يسجل بياناته معانا من السيدات او من الرجال، ممكن النهارده يبتدي يتواصل معانا من خلال الارقام اذا كان حابب ان هو يخش معانا في مداخله دلوقتي على الهواء، او ان هو لو حابب ان هو يسجل بياناته بعد الهواء فممكن يتصل على الارقام بتاعتنا اللي هي 011 او 010 في اي وقت باذن الله على مدار الشهر الكريم اللي احنا موجودين فيه. طبعا احنا قلنا النهارده ان احنا عندنا الاخت اللي هي 36 سنه اللي هي بكالوريوس تمريض، وهي من بني سويف، واحنا قلنا ان هي طولها 165 ووزنها 62، وهي بتدور على حد اعزب او مطلق، ويكون يعني ما فيش مانع ان هي كمان بتقول ان هو ممكن لو في سفر ما فيش مشكله في السفر، المهم ان هو يكون من نفس المحافظه اللي هي المنيا. في عندنا اخت تاني ارمله، هي عندها 41 سنه من اسيوط، وهي بدون اولاد، وعندها الوزن بتاعها حوالي 67 والطول 160، وهي بيضاء وعلى قدم الجمال، وهي زي ما قلنا بتدور على حد سنه ما يزيدش عن 50 سنه ويكون من اسيوط، وهي تقبل وضع الزوجه الثانيه ما فيش اي مشكله، وبنتمنى لها باذن الله التوفيق. المهم ان هو يكون حد ميسور الحال، ويكون من نفس المحافظه زي ما احنا ما اتكلمنا، وان هو مقبول الشكل، متدين، واهم حاجه يكون غير مدخن ومواظب على الصلاه. في اخت تانية عندنا تاني من اسكندرية، 21 سنة، وهي المؤهل بتاعها حوالي، هي مؤهل متوسط، وهي طولها 170 ووزنها 65، وهي قمحوية وبتدور على حد اعزب لا يزيد عن 35 سنة.
يفضل من نفس المحافظة أو أعزب أو مطلق، وسنه برضو ما يزيدش عن 35 سنة زي ما احنا ما قلنا، وهي لا تقبل وضع الزوجة الثانية. في أخت تاني برضو موجودة معانا بإذن الله، هي عندها حوالي 34 سنة من منوفية، وهي طولها حوالي 165 ووزنها برضو في حدود 168، وهي مؤهل فوق متوسط وهي على قدم الجمال. طبعا احنا عارفين ان في بعض الناس اللي بتتميز بالجمال من محافظات مصر، من ضمنها محافظة المنوفية والشرقية وطبعا المنصورة، فهي طبعا ما شاء الله بتتميز بالجمال وهي جميلة، وبتمنى لها بإذن الله التوفيق، وهي بتدور على حد يكون سنه في نفس المستوى العمري اللي احنا بنتكلم عليه. هي عندها 34، هي بتدور على حد يكون ما يزيدش عن 40 او 42 سنة، ويكون برضو على نفس المستوى العلمي، واذا كان يفضل ان هو يكون اعزب او مطلق بدون اولاد، ويكون من نفس المحافظة. وهي ما عندهاش مشكلة ان هي برضو تسافر ويعني تعيش في اي مكان تاني من اي محافظات من محافظات مصر. في عندي اخت تاني مطلقة، هي 35 سنة من القاهرة، وعندها ولدين، وهي مؤهل متوسط، وطولها حوالي 160 وزنها 65، وهي محجبة وأمحوية، وبتدور على حد زي ما قلنا سنه ما يزيدش عن 55 سنة. اهم حاجه بالنسبه لها ان حد يقبل الانفاق على الاولاد، وان الاولاد يبقوا موجودين معاها، لان احنا شفنا في بعض الحالات اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان بعض الناس النهارده بترفض وضع ان يبقى الزوجه معاها اولاد، فهي الاخت النهارده متمسكه باولادها وهي عندها ولدين، وبتتمنى باذن الله ان ربنا يوفقها، وهي ما عندهاش مشكله ان هي تبقى زوجه ثانيه، بشرط ان هو يقبل اولادها ويقبل الانفاق على اولادها، وان هو سنه زي ما قلنا ما يزيدش عن 55 سنه ويبقى مقبول الشكل. في عندي اخت تاني النهارده عندها 30 سنه، وهي مؤهل عالي، وطولها حوالي 160 ووزنها 60، وهي محويه وبتعمل اخصائيه بالتعليم، هي محافظه اسماعيليه، وعندها اعاقه بسيطه في الرقبه. وطبعا كل الحالات اللي احنا بنذكرها بتبقى ليها بعض الحالات، وكل واحده بتبقى موجوده معانا في قلب الكتاب بتاعنا برقم تليفون ولي امرها. فاللي النهارده حابب ان هو يشتري الكتاب بتاعنا من اي محافظه من محافظات مصر يقدر ان هو يشتريه من خلال جريده الجمهوريه، واللي بالتالي ليها كل فرع في كل محافظه من محافظات مصر، فبالتالي ممكن النهارده يروح يشتري الكتاب وهيلاقي فيه كل البيانات اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، اذا كانت متصلين، اذا كانت النهارده ناس موجوده معانا واللي احنا النهارده بنحاول ان احنا نساعدهم، وبيبقى كل حاله من ضمن الحالات برقم تليفون. طبعا من ضمن الشخصيات اللي برده موجوده معانا احنا زي ما قلنا الاخت اللي عندها 30 سنه، هي عندها اعاقه بسيطه في الرقبه، وهي بتدور على حد اعزب او مطلق او ارمل سنه يكون مناسب، يفضل من نفس المحافظه، هي محافظة اسماعيلية زي ما احنا قلنا من شوية، وطبعا وضع الزوجة التانية لا يناسبها، وهي بتدور على حد يكون متدين، اهم حاجة يكون سليم بدنيا عشان يقدر يعني تبقى الدنيا مظبوطة معاهم. فهو دي الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها. وعندي برضو اخت تاني عندها 39 سنة من الجيزة، لسانس حقوق، وهي طولها 158 ووزنها حوالي 85، وهي بيضاء محجبة، هي بتدور على حد أعزب، المهم سنه ما يزيدش عن 50 سنة من أي محافظة، المهم إن يكون لديه عمل ثابت وميسور، وتقبل زوجة تانية بشرط يفضل يكون ملتزم دينيا وأخلاقيا ويكون حسن المظهر. دي بعض الحالات اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها. في عندي برضو حالة تانية، هي أنسة 42 سنة من السويس، وهي طولها حوالي 160 ووزنها 65، وهي خمريه مؤهل متوسط، وبتدور على حد اعزب او مطلق او ارمل يفضل بدون اولاد، وسنه لا يزيد عن 50 سنه من نفس المحافظه، والمهم ان يكون عنده عمل ثابت ولا تقبل وضع الزوجه الثانيه. ودي من ضمن الحالات اللي بتبقى موجوده معانا بارقام تليفوناتها وارقام تليفونات ولي امرها. وفي اخت تاني معانا 38 سنه، هي من القاهره، مؤهل عالي، طولها 156 ووزنها 63، يعني هي محجبه وبيضاء وعلى قدم الجمال، وبتدور على حد يكون اعزب او مطلق او ارمل، ويكون سنه ما يزيدش مثلا عن 48 سنه، شرط ان هو يكون لديه سكن وعمل ثابت ومؤهل عالي ويكون حسن المظهر ومقبول الشكل. طبعا احنا هنتكلم تاني برضو عن الاخ اللي كنا اتكلمنا معاه واتكلمنا عنه في بداية الحلقة، اللي هو هننزل برضو بياناته تاني عشان خاطر برضو نديله فرصة اكبر من الفترة الاولانية. هو تاجر موجود في السعودية، وهو مصري الجنسية طبعا زي ما احنا ما اتكلمنا في بداية الحلقة، وهو بيدور على زوجة تانية، وحابب ان هو النهاردة يبقى موجود معنا دلوقتي تاني على الشاشة برقم تليفونه، بحيث ان احنا النهاردة ندي فرصة ليه لأي حد النهاردة ان هو يقدر يتواصل معاه. هو بيدور على حد سنها ما يزيدش عن 40 سنة تقبل السفر معاه، أهم حاجة تبقى على قدم الجمال، تكون بيضاء جميلة، بالنسبة له أهم حاجة ان هي تبقى مثقفة، تكون يعني مش منتقبة ومش مخمرة ومش محجبة
الجبهة، هو بيدور على واحدة تبقى حاسة المظهر، يقدر بيها يسافر في أي مكان. وإذا كان رقمه أستاذ أحمد موجود معانا على الشاشة دلوقتي عشان يبتدي، إذا كان في حد تاني من الناس حابب إن هو يتواصل معاه ممكن إن هو يتواصل معاه من خلال التليفون، من خلال الرقم بتاعه اللي هو بيبقى نازل معانا على الشاشة. طبعا انا بتمنى له التوفيق، وبتمنى لكل الناس اللي كانت موجوده معانا واللي كانت بتتابعنا النهارده في الشهر الكريم التوفيق، وبتمنى من كل الناس النهارده في هذا الشهر ان هم يتوفقوا معانا، وان احنا نكون سبب في توفيق لكل الشخصيات النهارده اللي لجأ لينا. واذا كان حد النهارده حابب ان هو يسجل بياناته معانا ممكن يسجل بياناته معانا من خلال ان هو يتصل عليا على الارقام اللي موجوده، واذا كان في باذن الله اي مداخلات فيما بعد الهوا فممكن باذن الله ناخدها ونسجل بيانات كل الناس اللي حابه ان هي تبقى تتواصل معانا. طبعا انا بشكر كل الناس اللي قائمين على البرنامج معانا هنا في القناه، وبتمنى باذن الله التوفيق لكل الناس، واتمنى باذن الله ان ربنا يوفق كل عروسه ان هي تلاقي عريسها، وكل عريس ان هو يلاقي عروسته باذن الله. وشكرا ليكم، شكرا لحسن استماعكم معانا بمشيئه الله. كل سنه وانتم طيبين.